وافقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تأهيل هشام بوسفيان للعب لصالح الوداد الرياضي بعد تواصلها ببطاقته الدولية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على اعتبار أنه كان يمارس ضمن صفوف نادي مالاغا. وكشفت مصادر مسؤولة أن هشام بوسفيان باشر يوم الثلاثاء تدريبها مع فريق الوداد الرياضي بعد توقيعها رسميا للفريق في اليوم الأخير من الميركاتو. وسيحصل هشام بوسفيان خريج أكاديمية محمد السادس على 300 مليون سنتيم بعد توقيع الرسمي للفريق الأحمر، 140 مليون سنتيم في السنة الأولى من العقد و160 مليون سنتيم في السنة الثانية. يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم تعاقد في الميركاتو الصيفي الأخير مع كل من سيف الدين بوهرة، إسماعيل المترجي، الكونغولي آسين زولا، ويوسف المطيع، وهمام باعوش من شباب المحمدية، وحميد حداد من الرجاء، ومحمد أوناجم من الزمالك، والجزائري الحسين بن عيادة، والمالي ديميلي، والسنغالي جونيور سامبو.